السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو سؤال وزاري مهم جدا، قواعد اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، الفرق بين لا نافية ولا ناهية. طبعا هذا نزلته بالدور الأول، وإن شاء الله هسه بالدور الثاني. طبعا مهم جدا الفرق شنو بين شنو الفرق شلون بين الفرق بين لا ناهية ولا نافية. فراح اخليكم الرابط بالوصف باول تعليق، تضغطون على هذا الرابط. السلام عليكم ورحمه الله. شوفوا هسه هذا يقول لك ما الفرق بين لا الناهيه ولا النافيه في كل جمله، وبين علامه اخر الفعل المضارع. احنا نعرف الفعل المضارع ورا اللا، فهذه اللا اذا جت الفعل المضارع مرفوع بالضمه اقول نافيه، مرفوع اقول له فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره على اخره، واذا اجى ورا اللا بالفعل المضارع بسكون اقول فعل مضارع مجزوم بمن بالسكون، اقول له لا ناهيه. شوفوا ماماتي، اذا الفعل المضارع مرفوع اقول لا نافيه، واذا الفعل المضارع مجزوم يعني عليها السكون اقول لا ناهيه. اعيد الفرق بين لا نافيه او لا ناهيه، يجي الفعل المضارع ورا اللا اذا علامه رفعه الضمه اقول هاي اللا نافيه. ليش اقول لا نافيه؟ اقول لان يجي الفعل المضارع مرفوع بالضمه، اما الناهيه اذا اجى الفعل المضارع مجزوم بالسكون اقول علي هذا فعل لا ناهيه، فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون. ادخلوا على الفيديو وكملوا كليته، لان جبت لكم ثلاث جمل، ها عيني ثلاث جمل جبت لكم ثلاث جمل، كملوا كليته وافتهموا وان شاء الله التوفيق.